الرسالة اللي جئنا من أجلها حتى نقول باسم أهالي المثلث الشمالي إنه كفى، لا يمكن إحلال السلام والأمن والأمان بدون كنس الاحتلال. الاحتلال هو أساس البلاء، وكل ما نعاني منه هو مشتقات لهذا الاحتلال. هذه الوقفة رجال ونساء شباب وكبار السن بتدل على إنه هناك قوة جدية اللي بتناهض هذه الجرائم وبتناهض الاحتلال. احنا نريد ان نقول لهذه الحكومة ان مش متفاجئين بهذه الجرائم، لا يمكن لحكومة من هذا الطراز الا ان ترتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وهذا بدوره ايضا ضد المصلحة الحقيقية للسلام وللشعب في اسرائيل. لذلك هذه المظاهرة كما تشاهدون مظاهرة من كل القوى هون في منطقة وادي عرا، حتى نرسل رسالة واحدة: كفى احتلال، كفى لهذه الحكومة، يجب تغيير هذه الحكومة، ويجب العمل على منع الفاشية ومظاهر الفاشية اللي بنشاهدها اليوم، لأنه ما جرى في حوارة هو أحد مظاهر الاحتلال مش أكثر، وكل احتلال في التاريخ هو مجرم، والاحتلال الإسرائيلي بيمتاز بالإجرام. احنا جينا نتضامن، اكل واجب انه نتضامن مع شعبنا الفلسطيني على اللي عملته الحكومة الفاشية العنصرية بقيادة نتنياهو بن كفير، اللي أمس أعطوا غطاء للمستوطنين إنهم بفوتوا يحرقوا البيوت ويعملوا كل الأعمال المسيئة لشعبنا الفلسطيني. وإحنا جينا نتضامن مع شعبنا الفلسطيني ضد هاي الحكومة العنصرية الفاشية اللي كل يوم بتجرم بحق شعبنا الفلسطيني. وغدا في سخنين طبعا ندعو الجميع عن طريقكم، غدا في سخنين مظاهرة جبارة للوسط العربي، إنكم تتواجدوا أكل واجب تضامن مع شعبنا الفلسطيني. طبعا هاي جرائم يوميا وبتتغير حكومة، يعني تاخذين تيجي حكومة ثانية كلهم نفس العملة، كلياتهم نفس العملة، بلا ما يصحوا ويصحوا على حالهم ويرجعوا حقوقنا وحقوق شعب الفلسطيني. طبعا بيعمش السلام ولا بيعم الهدوء حتى انه شعبنا يأخذ الأمن والأمان.